أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: رجل يصلي قبل الفجر 4 ركعات دائما، فهل ورد في ذلك شيء، أو هذه مخالفة للسنة، أو أن هذا بدعة؟ إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا 2 ركعات، لا يجوز التنفل بعد طلوع الفجر بغير راتبة الفجر، 2 ركعات فقط خفيفتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ويخففهما ولا يتنفل بغيرهما. هذا هو السنة. الصلاة بعد طلوع الفجر منهي عنها، صلاة منهي عنها. نعم.